المشاعر، لازم يبقى فيه مشاعر، بس المشاعر ديت لها كذا حال. احنا قلنا نراعي مشاعر بعض. طب وانا هراعي مشاعرك ازاي وانا مش فاهم؟ مالك؟ مفيش. طب ايه بقى هو كده؟ كان المفروض تفهم. مين قال كده؟ مين قال ان الراجل يعني اعزكم الله يعني ما بي ده راجل ده غري؟ ها الحته دي يعني فعلا ان الذكر والانثى او الراجل والست محتاجين ان كل طرف يبقى عارف ان الطرف الثاني ده مش فاهم حاجه كتير. يعني انت معلش جميل بس انا مش بعرف ليه انا جدع ليه ليه تفكير ليه حاجتي ما عنديش صبر او ضعار. يعني انت قولي لي ايه المشكله عشان ابدا اقول لو انت كنت فاهم. والعكس بالعكس ان ما يتقترب ضمنيا شرط انت الانثى اهو ان ايه ان انت فاهمها زيها. ايوه ايوه والله بيطلع صح. بس انا عايز اسقفك على الموضوع ده صراحه. ليه؟ لان ده كلام صح. لما باجي اتجوز انا حتى بنقول كنا عاملين مش يعني مشروع قانون ايام الهيصه بقى ما كانش يتم الزواج الا لما ننجح في الدوره دي، دوره التاهيل، وبرده ما نتجوزش ويتكتب جواز وتخش دخله كده الا لما دوره التربيه. لان في اباء وامهات عايزين يتربوا قبل عيالهم، وبنشوف كيانات كده بقى الواحد يشيلها ويحطها. ونفس الكلام مخ الراجل، راجل دغري. هو انت ليه ما عملتيش؟ مش انا قلت لك كذا؟ راجل واضح وصريح بيقول لك مباشر ومحدد. انت بقى لا، المفروض انت فاهمني. هو انت ما عرفتش؟ ما عرفش، ما بيشمش هو على ظهر ايده. قولي صراحة المشاعر، لما احب اكتب مكان النقط اكتب عبر صح عن المشاعر. هو احنا بنعرف نعبر عن مشاعرنا؟ ما تجاوبوش بس حطوا السؤال ده. هو احنا بنعرف نقول اللي جوانا ولا بنيجي بعديها يا ريتني كنت قلت كذا، عدى الموقف وخلني نعرفش. لما يجي يحصل من الزوج انا بكرهه طلقني، غلط. انت لا بتكرهيه ولا عايزاه يطلقك، ده شيء اساسي كل الحريم عارف كده. طلقني يعني تمسك بيا، بكرهك يعني بحبك بس انت مقموصه. مش بنعرف نقول نوصف صح. الاداه دي اسمها اداه التعبير عن المشاعر، بنديها للاطفال من سن 3 سنين. احنا مش عارفين نعبر. انت اللي جواكي دلوقتي ايه؟ ما كرهاه، غلط. انت مستاءة بس. لا طب انا غضبانه، مش غضب، انت بس متالمه ان حصل كذا. هو نفس الكلام، انا خلاص ومش عارف. بص يا دكتوره انا عامل الجمعيه 15000 ليره ان شاء الله يكفوا ايام قبلها ما كان الدولار لسه ب7 يعني، ودي حاله حقيقيه ماشي. اللي بيشوفني على اللايف عارف انه قال لي كده. مع 15000 ليره وانا خلاص مشاكل مع زوجتي انا خلاص كده حطيت صوابعي منها، خلاص انا كده هتجوز. وذكر لي بقى كذا جنسيه كده من اللي هم ايه داخلين منافسه في السوق الايام، حاجه مصيبه والله. لا بس المصريه اصيله. المصريه تقول له ايه ده انا بيع لك شعري، ايه ده بنت، استنى نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. لكن التانيين خيتي والله هذه شغله وهذه شغله حالي. لا تمام. فجه 15000 ليره وهيتجوز. طب انت حليت؟ لا. طب ما هو انت مش ضمنك اللي جاي، مش اللي جاي هتيجي بمشاكلها برضه. فما اجيش احل مشاكل البيت الاول اللي انا مش عارف احله بان انا اجيب بيت تاني. ده غلط صح. حل الاول، حل وشوفوا الكلام ده. وانتوا عارفين انا مش ضد العادي يعني، ما تعملش الحرام اتجوز يعني، اتجوز ما تعملش الحرام، ما تجيبش فقر وغم وبتاع في قلب بيتك لكن حل اللي في الاول. مشكله ايه اللي بتبقى في معظم البيوت؟ مش عارفين نقول اللي جوانا، مش عارفه تطلعي صح اللي جواكي. انت مش عارف تقول لها انا بحبك بس انا جاي تعبان، انت مش مقدره ان قد ايه في الموقف الفلاني وقد ايه انا مضغوط عليا وقد ايه انا بتبهدل في شغل وقد ايه علشان اعرف اجيب لكم بس توفر ان انتوا ما نمدش ايدينا لحد او تبقى سلفه وبعدين السلفه والسلفه وشهر وشهر. كلنا عارفين الكلام ده. فهي مش مقدره، هي مستنيه وانت بره مطحون مطحون وشمس وحر ودنيا وواحد يقول لك مش عارفه وايه وعنصريه والدنيا الهيصه اللي بنقابلها كلنا. ويجي في الاخر عايزه منه ايه؟ عايزه منه ال 25000 كلمه اللي انت قاعده طوال ال 8 ساعات وال 9 ساعات وال 12 ساعه دوام مستنيه زوجك عشان تكلميه. ما انت في غربه انت كمان، ومستنيه يسمعني ومستنيه يقول. فانت مستخدم كام كلمه؟ 25000. طب تعبان النهارده بس ومش مشكله، تاني يوم 50000 ما عندهاش مشاكل، 50000. عشان كده لازم يبقى لك
مكان للتفريغ، مامتك، اخواتك، صاحبتك، صحبه صالحه، يعني ايه طلعي، خلي الزوج الكلام اللي هنقوله بس ما نطلع الازواج بره. يبقى قصه اعبر عن مشاعري اعرفي وصفي صح، بتيجي بالتدريب على فكره. ونقول ولما اقول احدد انا عايزه ايه، ده الغلط عند النساء. طب عند الرجال هو ما شاء الله مش محتاج، هو بيقول وبيحدد وواضح في طلباته، انت مش كده، انت عارفين ودنك منين اهي. طب يا ستي ما تقولي زي الراجل مباشر كده، ما بتكسف لسه. لا لا لا، بينك وبين زوجك انتوا، عايزه اقول ان الله عز وجل جعلك سكن وهو كمان سكن ليكي، مش بنتجوز عشان نخلف، لا ده اوبشن زياده. اما قال ايه، خلق لكم من انفسكم ايه ليه بس، خلاص بس. طب عشان اسكن انا واحس بالسكينه، مش اقول يا لا انا رايح على الكافيتيريا، اروح مش عارفه فين اللي بتاع الجمهوريات، ولا اروح فين اللي هنا في شيرين اقعد، عشان انا مش، لا لا لا، اروح البيت للغمه، خليني مع اصحابي احسن. ازاي نوفر السكن؟ هقول لك على حاجه تحفه جدا في الاخر والبدايه والدنيا، لكن خلينا نقول ان احنا متفقين، عبر عن مشاعرك صح، تمام كده.